كما حضر معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه الاجتماع رفيع المستوى تمويل خطه التنميه المستدامه 2030 وذلك بتكليف من حضره صاحب الجلاله الملك المفدى حفظه الله وقد شارك في هذا الاجتماع الذي عقد في مدينه نيويورك عديد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماعات الدوره الثالثه والسبعين للجمعيه العامه للامم المتحده. حيث تم بحث أولويات توسيع نطاق تمويل لأهداف التنمية المستدامة وسبل مواءمة السياسات المالية والاقتصادية العالمية مع خطة عام 2030 وتعزيز استراتيجيات التمويل المستدامة واستخدام الابتكارات المالية والتكنولوجيا الجديدة لتوفير التمويل اللازم